السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين هنا في بلدية القليعة، وسنشاهد معا الأحياء الجديدة في مدينة القليعة، وهي كحقيقة كثيرة جدا، والمنطقة التوسع العمراني شاسعة، وكذلك فيها حي جامعي كبير، يعني يعتبر قطب، فيها عدة جامعات، وهذا شيء يفرح. لكن قضية التهيئة العمرانية تبقى المشكل مطروح بشدة وبحدة في كل التجمعات السكنية الجديدة والمحيطات العمرانية. قضية التسيير العمراني راجستيون اوربان تبقى يعني إشكال كبير. والآن رانا هنايا لاحظ التهيئة، يعني التوسيع العمراني ما شاء الله، الأرصفة كبيرة وطويلة وعريضة، وهنا رانا مقابلين المدرسة العليا للمحاماة، ليكول دو لا ماجيستراتور الجديدة التي بنيت هذه الدوشينة تاعها مدة عامين 3 سنوات. ونشاهد هنا الحي، يعتبر نوعا ما مقبول لأنه قريب من المدرسة العليا. وراح نتكلم عن مشاكل تاع التهيئة العمرانية بصفة عامة، بدون ما نطرق للموضوع تاع المنطقة تاع القليعة، نتكلم بصفة عامة، انه لان المشكلة هذا مطروح في كل التوسعات العمرانية في كل الولايات. فإذا نعاود نولي ماشي المشكل هذا تكلمت فيه من قبل، وكان نقطة إضافية حبيت نزيدها اليوم، هي قضية استكمال الورشات، حيث أن هذه نقطة كبيرة مهمة، لأنه توقف الورشات تاع البناء، سواء كانت بناء عمارات أو تهيئة عمرانية أو يعني كل هذه الأشغال، إذا كل مرة تتوقف راهي تزيد في التكلفة، تزيد في التكلفة تاع الإنشاء. إذا لازم على السلطات، لازم المسؤولين هادو يا إما يخدموا يا إما يروحوا لديارهم. هذا ما كاش حل واحد آخر، لابد على الأشغال هذه. الأشغال ماشي المواطن اللي يديرها، رصيف غير مكتمل، طريق غير مكتملة، عمارة غير مكتملة، هذه الأشغال هذه ماشي قضية المواطن. لازم الأشغال تندار كما نقولو حنا دون لي ريغل دولار، كاين قوانين وكاين مقاييس. كما هنا نشوفو الرصيف غير مكتمل، طريق غير مكتمل، هنا في المنطقة هذه هنا نشوف أشغال غير مكتملة. علاه؟ نقص في الدراسات غير مكتملة، يد عاملة ناقصة، أموال غير كافية. ندير على حسب واش كاين، المشاريع نديرها على حسب الإمكانيات اللي عندنا، ولاية ولا بلدية ولا أي هيئة كانت، دير مشروع على حسب البيدجي، سي لا باز دان بيدجي، سي لا باز دي نوتوريزاسيون دو بروغرام. كاين يعني القيمة المالية تاع المشروع تكون مهيئة موجودة. إذن إذا كانت الدراسة جيدة المشروع ما لازمش يتوقف، لازم نجرم الفعل تاع
تاع التسيير لازم نجرمو، لأنه فيه إجرام. عملية سوء التسيير والمماطلة في الأشغال لازم تجرم، لأن فيها هدر للمال العام، وفي بعض الأحيان فيها سرقة بطرق أخرى. إذن لازم يكون فيها المتابعة القضائية في بعض الأحيان باش هذه الأشغال ما تبقاش كما هنا. شوف، نشوف الرصيف غير مكتمل، ما كانش غير مبلط. فإذن هذه قضية تاع تسيير الورشات والمشاريع مهما كانت، مشاريع تهيئة أو مشاريع بناء أو مشاريع، لازم الناس يا تخدم يا تروح للدار ديالها. خلوا الناس اللي تعرف تخدم تخدم. نقطة ثانية، وهذه احنا يعني قضية يعني سرد المشاكل وفير لي كونستا، يعني ماني تعرف ديرها، ماني تعرف ديرها. تعقب تعرف تريطوار مليح ماشي مليح، تعرف باطي ما خدومة مليح ماشي مخدومة مليح، أي واحد يعرفها. يعني المشكل ماشي في الكلام عن 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 المظاهر يعني، وسرد الأخطاء تاع الآخرين. المهم هو اقتراح الحلول، اقتراح الحلول، هذا هو البيت القصيد. الانسان لازم كي يتكلم عن الحلول، ماشي غير يطرح المشاكل، ماشي غير يطرح المشاكل. لازم الناس تتكلم عن الحلول، لازم طرح حلول. وانا نظن اني في كثير من الحالات، في اغلب الحالات، نقترح الحلول، لا اكتفي بسرد كل ما هو يعني الانسان يشوفه قالها وطرطوار معوج، هاي باطيمه معوجه، هاي هذه معوج. لا، لازم نمد الحلول باش ما نعييوش الناس. والناس اللي عندها النوايا السيئه في التسيير لازم على الدوله تتحرى على المشاكل هذه في الحالات هذه، حالات نتاع التحايل على القانون، التحايل وعلى المال العام. لازم حالات هذه لازم الانسان يكون فيها دي زونكيت. هنا نشوف هنا مثلا تهيئه جيده، وانا لاحظ هذا هو المبتغى يعني من التهيئه، نهار يكون فيها الاخضرار والاشجار، تكون فيها عناية، النتيجة تكون يعني هايلة ومليحة. يعني هذا هو الهدف من التهيئة العمرانية، هو تهيئة المحيط للمواطن. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.